بعد الأزمة المالية اللي تعرض لها العراق وأزمة داعش، قرر البنك المركزي أنه يبدي سياسة غير تقليدية اللي هي منح القروض عن طريق المصارف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فانطلقت هذه المبادرة في نهاية 2015، كان هدفها الأساسي أنه يتم التركيز على المشاريع الصغيرة كأداة أو نواة للمشاريع الكبيرة. فبعد أن تم التحرير من داعش الحمد لله، تم تفعيل المبادرة بشكل أكثر، بدأت القروض تسري بشكل أسرع، تم تخصيص مبلغ 1 تريليون دينار عراقي لدعم هذه المشاريع بكافة القطاعات، فحدثت طفرة هائلة من 2016 إلى اليوم إحنا 2019. المبلغ اللي تم إطلاقه إلى حد الآن 81 مليار دينار عراقي، توزعت على كافة المحافظات، لا يوجد محافظة مخصصة لها بشكل أكبر من أخرى. إحنا نرحب بريادي الأعمال أصحاب الأفكار المبدعة أنه يقدمون عن طريق موقع تمويل، وهذا الموقع هو أونلاين، يملي أبليكيشن بي معلوماته الأساسية، معلومات عن المشروع، بيانات عن الكفيل أو الكفلاء، ومن ثم الموقع يحوله إلى المصرف اللي ممكن أن ينطي ويسهل له هذا القرض. فرسالة لكل شخص أو لكل ريادي، لازم يتحمل مخاطرة، وهذا الموجود بالعالم كله، وإحنا موجودين، المصارف موجودة، الحكومة موجودة، ممكن أن تدعم هؤلاء ريادي الأعمار، بس يكون شرط أساسي أنه يكون فعلاً أكو هناك مشروع حقيقي مبدع، ليس مجرد تجاري عادي، لازم تكون هناك أفكار خارجة عن الصندوق، خارجة عن المألوف، حتى نستطيع أن ندعمها وتفيد الاقتصاد العراقي بشكل أكبر.